في مثل هذا اليوم 13 من يونيو عام 2013 عاشت مدينة الإسكندرية أجواء عصيبة ولحظات فارقة بفعل الصدام الدموي بين أعضاء حركة تمرد وجماعة الإخوان. في منطقة أبو سلطان شرق المدينة الساحلية شهدت الشوارع والأزقة اقتتالاً بالأسلحة البيضاء والخرطوش في صراع كاد يصل بالأمور إلى ما لا تحمد عقبة لولا تدخل عدد من الأهالي للسيطرة على الوضع المتفاقم. ما جرى في الإسكندرية كان حديث مصر من شرقها إلى غربها خلال ساعات هذا اليوم وسط مطالبات جهات متعددة بضبط النفس والالتزام بالعمل السلمي. على صعيد متصل كانت أزمات الكهرباء والوقود ومعها اعتصام المثقفين في تواصل دون وجود أي بوادر للحل أو الحسم.